Maya Tmim, 24 ans, pilote du club des sports mécaniques de Bizerte. غرامي اني نفس الرجال نحب التشالنج والديفي مع اللي اقوى مني. ما نحبش نكون شبه لحتى واحده، نحب نكون مايا. انفيت انا ملي صغيره نحب الموتوكروس ومغرومه بالموتورات اون جينيرال. كنت قبل كانت عندي سكوتر، ما كانش عندي موتوكروس كيما اللي عندي توا. كنت نحضر نتفرج في لي شامبيونا اللي يصيروا في بنزرت، وكنت نحط في مخي لي بيلوت اللي نتفرج فيهم نحب نولي معاهم. لي ما كانش حتى حد من عائلتي مشجعني، خاطر كانوا يخافوا عليا بصفه غريبه على الاخر. دونك كنت نخرج نترينا بالسرقه، قعدت نترينا سنين وشريت الموتو الاولى والموتو الثانيه. بعد كي حسيت روحي صافا متمكنه من الموتو، انخرطت في الجمعيه وبديت في السباقات. بديت كانت اول مشاركه لي موسم 2017 2018. فماش حاجة حكار على الرجال وعلى النساء، أون بلوس النساء هما نساء توانسة قويين برشا، دونك ينجمو يسوقوا أي حاجة. Courage, أهم حاجة فوق تفي أتنسيون، البروتكسيون، كل شيء أهم حاجة. لازم ما تخرجش وحدك، لازم يكون معك راجل، خوك ولا بوك ولا جو سي با كي. لازم تترين، مش تقعد تترين مرة وأبخي تقعد كم ساعة ماكش محتاجم توالف بيها الموتو وتاخدك. لازم تريني وبرشا دي. شكراً واضح. خليولي لي كومونتير في الفيديو. ميرسي.